نعم، تحية طيبة لكم من المشاهدين الكرام. نقف أمامكم هنا من أمام مجمع الشفاء الطبي الذي لا زال يستقبل العديد من الإصابات بشكل يومي والكثير من الشهداء بفعل استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي. أيضا تشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة عمليات نزوح متواصلة، سواء كان إلى مجمع الشفاء الطبي أو غيره من المشافي، أو استمرار وصول المئات أو الآلاف من المواطنين إلى مختلف المدارس التي باتت مكتظة بعشرات آلاف النازحين. ربما حاليا حالة التوتر متواصلة، استمرار القصف الإسرائيلي الذي يطال كافة مناطق قطاع غزة، حالة خوف وقلق كبيرة تنتاب المواطنين الفلسطينيين بفعل استمرار حالة التهديد والقصف الإسرائيلي المتواصلة على المواطنين. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت في آخر إحصائية لها أن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 1500 شهيد، بينهم 500 طفل. هناك أكثر من 7000 مصاب جلهم من النساء والأطفال. أيضا على الجانب الإسرائيلي، إسرائيل تتحدث عن أن عدد القتلى لديها تجاوز أكثر من 1300 قتيل إسرائيلي. هناك مئات المفقودين الإسرائيليين. حالة التوتر متواصلة، لا يوجد حديث عن جهود دولية وإقليمية قد تقود إلى حالة تهدئة حتى لو مؤقتة. لربما الشيء الذي يميز الحدث اليوم هو استمرار نزوح المواطنين من مناطق شمال قطاع غزة باتجاه مجمع الشفاء الطبي، أو من مناطق غزة باتجاه مناطق وسط القطاع. هذا ما يشكل ضغطا كبيرا على المواطنين الفلسطينيين بفعل استمرار هذه الحالة من حالة النزوح، وتحديدا لدى النساء والأطفال. تبعنا حالة القلق والخوف وحالات الصراخ وحالات البكاء بين النساء والأطفال في ظل ما حدث ويحدث بفعل استمرار حالة التصعيد وحالة القصف المتواصلة الإسرائيلية التي تستهدف كل شيء، سواء كان مقار أمنية وحكومية أو حتى ممتلكات المواطنين. بعض الاستهدافات طالت المدارس، وأخرى طالت المساجد، وأخرى طالت الجامعات. كل شيء هنا تقريبا في قطاع غزة تعرض للقصف، لكن الحدث الأبرز كما تشاهدون هو استمرار نزوح المواطنين من كافة المناطق، وتحديدا من المناطق الشرقية لقطاع غزة والشمالية باتجاه المشافي، وتحديدا مجمع الشفاء هنا الذي يعتبر الأكبر في استقبال عدد الشهداء والجرحى. أصبح يمتلئ بالنازحين الذين قدموا من مناطق شمال قطاع غزة أو من مناطق الوصول إلى هذا المجمع، لأنهم باتوا مهددين ويعانون كثيرا بفعل استمرار القصف الإسرائيلي. إذن حالة التوتر هي السائدة حاليا، لا يوجد حديث عن تهدئة أو ما يؤدي إلى وقف حركة نزوح الناس التي باتت شبه معتادة في شوارع قطاع غزة.